احنا اليوم جدا سعيدين انه نكون في بيت الشباب هنا ضمن الاستضافة الكريمة من قبل وزارة الشباب وبالشراكة الاستراتيجية مع هيئة شباب كلنا الاردن لاطلاق السنة الثانية من برنامج صوت شباب المتوسط. هذا البرنامج هو فعلا احد البرامج الكتير مهمة اللي قائمة على تكريس الاسس الديمقراطية من خلال الحوار المبني على البيئة التفاعلية الإيجابية وخلق شبكة من الشباب، شباب العرب وشباب منطقة المتوسط، وهو منبثق عن برنامج انطلق في سنة 2011 هو صوت الشباب العربي، حيث لقى صدى واسع من قبل كافة الشباب في الأردن لما أوجده من مساحة للشباب حتى يكونوا قادرين على الحوار والتفاعل وأنهم يكونوا موجودين في المنابر العامة، يوصلوا صوتهم بطريقة إيجابية ويكتسبوا المهارات اللي بتأهلهم أنهم يكونوا مواطنين فاعلين في تشكيل المستقبل من خلال الحجة والبيان والتواصل ومهارة الحوار. المجلس الثقافي البريطاني رح نحتفل في هذه السنة بمرور 70 عام على وجودنا بالأردن، والمجلس الثقافي البريطاني كذراع الثقافي للمملكة المتحدة قائم على بناء الشراكات ما بين بريطانيا والدول من خلال بناء أسس الحوار، وبرنامج صوت شباب المتوسط قائم كله على الحوار وبناء أسس الشراكة والتعاون من خلال أربع محاور، هي الصوت، الفرصة، المشاركة والمساحة. وهاي المحاور الأربعة هي أيضا المحاور اللي بتقوم عليها كافة برامجنا في المجلس الثقافي البريطاني، سواء كانت برامج تعليم اللغة الإنجليزية أو الامتحانات وبرامج التعليم البريطاني أو برامج تمكين الشباب والعمل مع صناع القرار في دعم مسيرة النهضة. هذا البرنامج اليوم في سنته الثانية رح يتم التوسع للوصول إلى شباب ومناظرين وميسرين أكثر من السنة الماضية، ثم الوصول إلى منتدى وطني للمناظرة، ومن ثم الفائزين سينطلقوا إلى منتدى مناظرة يورو متوسطي، بحيث يكون في هناك فرصة فريدة للشباب من مناطق مختلفة يكون في مساحة لإيصال صوتهم. نأمل أن تكون هي المناظرة مش النهاية بحد ذاتها، ولكن هي تكون الطريقة اللي الشباب بيبنوا قدراتهم حتى يوصلوا صوتهم لصناع القرار ويشكلوا المستقبل معاً.